بنت طبعا هيبقى اقوى طبعا. بص ليه اقوى؟ لان اللعيبه حافظه بعضيها وعارفه بعضيها. خلي بالك يعني طبعا على حسب برضه كمان نتيجه بيراميدز، يعني بنتمنى لهم ان شاء الله التوفيق ان شاء الله، ويعدوا بكره طبعا مهمه صعبه ومهمه يعني طبعا بالتعادل هنا صعبه الدنيا عليهم، ولكن ماتش بيراميدز والاهلي اعتقد انه هتبقى مباراه صعبه، لان بيراميدز عنده مجموعه لعيبه جيده وعنده مجموعه لعيبه مميزه، والاهلي طبعا ممكن على فكره تفكير برضه الاهلي يبقى الاكثر على النهائي مش في لقاء بيراميدز، يعني انت بتتكلم على بطوله تضاف لتاريخ النادي الاهلي، انما صح. في الدوري هيقدر النادي الاهلي يعوض، ولكن دايما النادي الاهلي احنا متعودين ان هو ما بتبقاش فارقه بالنسبه له، يعني كل الماتشات بيلعب على المكسب، وبقى الاهلي عنده مجموعه لعيبه وهم سوماني قدر ان هو يوجد مجموعه لعيبه تبقى سبحان الله جهز. الاهلي ده في بدايه الموسم كان الناس كلها الاهلي محتاج صفقات ما عندوش لعيبه، دلوقتي في نهايه الموسم الاهلي عنده لعيبه. لا سبحان الله، لا الاهلي محتاج بعض الاماكن يعني بعض الاماكن الاهلي محتاج فيها، انما انت بتتكلم على مسوماني قدر يخلق في الماتشين الاخرانيين انه يلعب بشكل مختلف وياخد اللي هو عايزه كاستحواذ وياخد اللي هو عايزه كناحيه تهديفيه وياخد اللي هو هو عمل شكل مختلف. هسألك سؤال لان لازم اطلع فاصل، بس هو اجابته سهله سريعه، يعني مسوماني نجح فرقه الاهلي ولا فرقه الاهلي هي اللي نجح مسوماني؟ انا اعتقد ان مسوماني هو اللي نجح فرقه النادي الاهلي. مسوماني مسوماني نجح شكل النادي الاهلي في الفتره الاخيره. لو بديل غير موسيماني كانت الامور اختلفت؟ ما اعرفش بقى، ما انا لو واحد غير موسيماني ما اعرفش كان هيشتغل ازاي، انما انا عايز اقول لك ان الراجل قدر يخلق شكل للنادي الاهلي رغم ان في وقت من الاوقات موسيماني كان عنده غيابات كتير جدا جدا، يعني خط الظهر بالكامل كان غايب عن النادي الاهلي. صح. وفي وقت من الاوقات كان عندك لعيبه بتلعب مش في مراكزها، وقدر ان هو يعدي شكل الاهلي فنيا دلوقتي هو الشكل اللي ترضى عنه؟ راضي عنه بشكل كبير جدا. هشام؟ طبعا بشكل كبير جدا.